اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهارده احنا بنقدم لحضراتكم فيديو عن تنظيف الخزان الفايبر جراس العلوي. طبعا لحضراتكم شايفين دي تجمع طحالب مبكرية على جدار الخزان. ان شاء الله الطريقه ان شاء الله تبقى واضحه. زي ما حضراتكم شايفين هنبدا ان احنا ننظف واحده الخزان بالكامل ونوريكم بعد عمليه التنظيف. ده طبعا الطحالب اللي هو الاساس بتاع الخزان. وبدأنا ننظف زي ما حضراتكم شايفين كده. ان شاء الله الاسعار في متناول الجميع. تنظيف جيد استخدام المواد المعقمات بعد عمليه التنظيف وخصوصا لو في حاله زي كده في الخزان او بكتيريا. لازم الخزان يتعقم وينظف ويترتب عشان المياه تكون صالحه للاستخدام. ده الشكل ان شاء الله عن التنظيف. نفضل الخزان بقى ان شاء الله بنفس الطريقه وفي نهايه خالص الخزان وبعد ما نعقم الخزان نرجع نفك المياه النظيفه سريعا عشان ما يكونش فيه ريحه ولا طعم اثناء الاستخدام. ده شكل الخزان طبعا زي ما حضراتكم شايفين. الاسعار ان شاء الله في متناول الجميع اسعار مناسبه. طبعا احنا بنقدم خدمه كشف تصرفات المياه وخدمه عزل الخزان الارضي نفس الطريقه برضو عزل وتنظيف الخزانات الارضيه. طبعا مع حضراتكم مؤسسه وحده المشاريع لتنظيف خزانات المياه. تليفون 055-012-18-2. تحياتي لكم.